مستورة أكون عند حسن ظنك، وبإذن الله البضاعة دي قبل ما الشهر ده يعدي تكون البضاعة كلها اتباعت بإذن الله. وإحنا كمان مش هنسيبك، أنا من وقت للتاني كده هعدي أشقر عليك عشان نتابع شغل عندك أول بأول. خلاص متفقين، بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع هديك فلوسها إن شاء الله. أوكي، سلام. مع ألف سلام، مع ألف سلام. أنت يا زفت، إيه اللي أخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجه الساعه، ايه اللي اخرك؟ ايه دول، مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك؟ ده كشت في وشنا 4 ساعات يا دول الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. خرب بيتك. الراحة اللي انت فيها دي يا بيبي، هو انت النهارده ايه، مش نازل البازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى، انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك، دي اخر تربيتي فيك؟ لا يا ماما مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك، لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونية. انا بعوني الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، محدش هيطرطش بره. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير، يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي، اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول هياخد ستاره حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستاره دي لسه ما جاتش، دي في الطلبيه اللي جايه ان شاء الله، بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجه. انا حاسس ان انا النهارده حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعه كلها اتشطبت. السلام عليكم. قوم يلا يا رمزي، استعد على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دولا. ايه يا عم اللي اخرك كده يا دولا؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده، هو مع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دولا مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنشي يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دولا، والله انت والله ابن حلال، ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده. هو دولا قال يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولا صح. اكلم بقى المعلم مستوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي، بس برافو عليك. ايه رايك؟ والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد، يعني بجد. ايه ده؟ هو في التليفون؟ ايه ده؟ في ايه؟ وانا رمزي. ايه دول؟ انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون؟ رمزي؟ ايه؟ البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه، بضاعتك عندي، شوف البجاحة بتاعته. عارف يالا رمزي؟ اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح صح يا دوله. مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ 3 4 بعد انفاسي يا دولا. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دولا، طب ما هم ما هو انا دولا نظفوا البازار من البضاعه يا دولا، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعه دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده.
عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا، عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعة دي. ايوه، ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولة دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولة. انا ما اقصدش يا دولة. طب ما انا قبل كده هون قلت لك يعني ما نظف البازار من البضاعة. انا عمري نظفت البازار؟ اهو يا دولة، شفت بقى ان انا مش انا يا دولة؟ والله عيب عليك يا دولة، ده انا ابن عمك يا دولة ووافديك برقبتي. تشك فيا يا دولة. خلاص يا رمز، خلاص. معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا رمز، بس شكيت بسرعه قوي يا دولة. يا رمز خلاص بقى، خلاص بقى، مش زعلتش بقى؟ مش زعلان، خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصه. امال ايه بس؟ وكمان بقى دولة يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعة ام 5 بقول لك عليها ب10 وبقوم ضارب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دولة بيبقى ب4 جنيه وبقول لك ان هو ارخص، يعني تيجي ده دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا؟ ما انا قلت لك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم، زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى، اسكت. حاضر يا دولة. امال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولة اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولا بوليس؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديدة هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامدة جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل، طب ايه المعلومات دي يا دولة؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقص غباوتك. لا يا لا، بص، اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولة ده معقول؟ يعني بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقصة غباوة خالص. ايوه ما مسرح بس. ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتطربت هنا على ماجي. لسه واقف، فك الحمار، خلاص فك الحمار. يا دولة اتأخرت ليه يا دولة بقى؟ اتأخرت يا ابني، بخلص بنجز يا ابني، عايزين ننجز لأن أنا لازم أحل القضية دي النهاردة، ما عنديش وقت. جبت العدة وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجة. الله عليك يا دولة، قضية كبيرة. الله، أمال إيه يا ابني؟ قضية كبيرة ولازم أحلها يا ابني، لأن أنا بص يا رمزي هضطر آسفا إن أنا أستعين بيك معايا عشان نحل القضية دي. طب ما تستعين بظابط أحسن يا دولة. استعين بظابط إيه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الضابط 4 سنين. أنهم دول؟ هم تدول الأربع سنين بتوع كلية شرطة. بس أنا بقى إيه، ممارسة يا معلم، أنا ياما اتسرقت. بس أنت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دولة. أهي المقاوحة بتاعتك دي هي اللي هتخليني أشك فيك تاني. أنا آسف يا دولة، خلاص مش هتكلف. هنعمل إيه بقى؟ أنا سخنت دلوقتي يا سيدي. أدي العدة وأدي العدسة. بص بقى يا معلم، ده الدقيق، عايزك تمسك الدقيق ده يالا وترشه على الارضيه بتاعت البازار. ها، عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله يالا. اه يا دولة صح، بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. هو انت هتقوح معايا هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يالا، لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان اللص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دولة اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده اهو يا دولة. ده هيقع في شر اعماله، هيقع في شر اعماله. استنى يلا، استنى. بس لقيت الحرامي. فين يا دولة؟ اهو، ادي اهو رجل، وادي رجل، وادي رجل، وادي رجل، وادي جزمه، وادي جزمه. ولا رمزي يا دوله، انت بتلبس جزمه مقاس كام يالا؟ 40 يا دوله. 40 يا فلتت مني، الحرامي بيلبس 41، فرق نمرتين بس عنك. بس
مش اشكال مش اشكال، معلومه وعرفناها الحمد لله، معلومه وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله، انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شويه، لا ما تقوحنيش. اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي انا اسف. شيل الحاجه دي، شيل الحاجه دي، هنخش على الخط بقى على طول. ماشي يا دير. ايه ده دول، احنا هنعمل ايه؟ نعمل خطه. يلا، امال انت فاكر ايه؟ الخطه. وركز معايا في الخطة دي، عشان لو الخطة دي باظت هضطر اعمل خطة تانية. ايوه دولا، طب ما تعمل الخطة التانية على طول. تصدق اول مرة تقول حاجة صح يالا؟ اه والله صح 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 يالا، برافو عليك برافو عليك. انا بتعلم منك برضو. سيبك من الخطة دي خالص. الخطة رقم 2. افهم بقى يا اخي، يا اخي افهم بقى، حرام عليك. ده انا متكلف ورق لغايه دلوقتي اكتر من اللي سرق مني في البازار، حرام عليك. معلش بقى معلش بقى. معلش ايه بس وهباب ايه؟ يعني انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي، نعمل خطه جديده. ماشي. الخطه 153. افهم ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دول، انا اسف بقى. ولا 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 ما تقولش يا دولا، ما تقولش يا دولا يا غبي، احنا متنكرين، المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيت يا دولا بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطه 112، يلا. اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ ماشي. يعني يا راضي يا مرضيش. يا را... لا مرضي. انا راضي انت ما قطع الخطه دي، قطع الخطه دي، بلاش دي. ركز معايا بقى رمزي، رمزي بجد انت بتعصبني. يعني انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه، قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي. الخطه 154. يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحاله، يلا استحاله، باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها استحاله حد يعرفنا. يلا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده، لا سلام ولا كلام. شفت يا غبي، اديك اتفقست، التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا دي فتله، اصل احنا كنا مشغولين اليومين دولت، يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح يلا افتح المحضر يلا. قالك ايه مشاريبكو عندي؟ انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. خلاص مش لازم الجدول، مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية دي. وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع، قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بتراقب. زي دلو. زي دلو، زي ظله، زي ظله. ظله. لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده. وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. اوف اوف، رجعها تاني رجعها تاني. ماشي؟ وبعدين قلت تراقبنا انا بقى يا فتلة. ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني. وقلت ابدأ من مكان ما انت وقفت. بس وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العملية. بازار ايه وعملية ايه؟ ايه الافكار الخايبة دي؟ دي كانت فكرة الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله يا دولا مش قصدي يا دولا، دي كانت فكرة تايشة يا دولا وربنا انا اسف. ماشي بعدين بعدين. ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحة واكسب بالدولار، ما هو بقى ب4 جنيه دلوقتي.
الدولار ب 4 جنيه؟ شفت بقى؟ شفت؟ علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر؟ اصبر، ده انا هفرجك. اشرب ال 4 جنيه دي. حطيت كل راس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات، فتلفون. فتلفون؟ يعني ايه موبايلات ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجه؟ ولا ليا اي علاقه بيهم. كده يبقى انت بره الليسته يا سيدي. لسته؟ لسته ايه؟ لسته كده اهو، مش هتفهمها، وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتاني؟ ماشي. كله 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 بقى. ماشي. هات هات هات. يلا اتكل على الله. اتكل على الله. ايه الورقه دي؟ ايه الوسخه كده؟ المحضر يا دوله. لا ارميه 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 كده، الخطه دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وما لهاش لازمه بقى. الخطه دي شكرا. ما لهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. الخطه 155. قشطه يا دوله يا كبير، قشطه يا دوله. مش وقتك خالص يا معلم، مسطوره لسه ما بعتش حاجه. وعندك 2 قهوه زياده فنجان واحد عناب. ولا رمزي يا دوله، الواد حته صابي القهوه. يا لا انا شاكك فيه، شكله سهن كده وهادي، ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه، وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحه جديده. حته تعالى يا حته، عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل، امورنا غالي. اقعد يا حته اقعد. او النبي يا باشا الله يكرمك، ده انا جسمي تعبان وهمدم من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدم من صباحيه ربنا، اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا، نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حته، لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دوله. ولا ولا راضي. يلا الله عليك يا راضي. قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا، لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انت يا حته انت قول. جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دبل دبل يا باشا. سيبني عليه بقى يا دوله، سيبني عليه. اهدى 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 يا رمزي. حته من اين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ ايوه ايوه ايوه، شكرا على الترجمه شكرا. ها رد. الفلوس يعني؟ لا مؤاخذه يا باشا، بقى النهارده انا ايه، مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعة اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعة ايه يا عمونا؟ الماسورة العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى صادوني النهارده ان انا امسح لهم المحلات. سبوبة وجات لي يا استاذ عادل، حاول. لا يعني سبوبة وجات لك تمسح محلات الشارع كله. على مين؟ على مين؟ خط ده خطك يا ده حتة. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش اتقفش. ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لملي كل البطايق الناس اللي في القهوه هنا، واقف الباب بتاع القهوه. ماشي يا دوله. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير ماشي. هتتقفش يعني؟ هتتقفش. بس محدش يقف فوق القهوه. البطايق خدت اهو يا انا بطايق. مخبي ايه وانا عندي ايه اخبيه؟ يعني ما عنديش اي حاجه اخبيها لعلمك يعني. بص يا عادل، انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الواسعه في السايكولوجي والاستروبولوجي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظره واحده بيفكر في ايه. يا سلام، طب انا بفكر في ايه؟ هو انت طبعا متوتر شويه، بس الاكيد المؤكد اللي انا واثقه فيه ان انت بالتاكيد واكل ملوخيه النهارده. يا سلام، طب ما انت اللي طابخه النهارده الملوخيه. بصي يا عادل بقى، بصراحه بقى كده يعني انا انت ايه يا هانم؟ انا متضايقه جدا من قرار بتاع مشروع الستاير اللي انت خدته ده. وبعدين؟ مش بس كده، انا متضايقه انك خدت القرار المصيري ده من غير ما تاخد رايي فيه ولا تقولي اي حاجه، وقررت من دماغي كده ان انا اوقفه وباي ثمن.
يا سلام، توقفي ده وبأي تمن. رحت انت طبعا يا هانم، طلعتي على البازار وسرقت البضاعة اللي فيه عشان تثبتي بس وجهة نظرك الدنيئة يا رانيا. يا ابني اللي انت بتقوله ده ايه الخطرافه دي؟ لا طبعا مش مظبوط، عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوز حد انه يعمل حاجه مجرد ان انا غمض عيني قوي قوي كده، غمضت عيني قوي وفكرت ان هو لازم يعمل الحاجه الفنيه ومشي على عجين مش يلخبطه، ده فعلا اللي بيحصل. حتى شوف اها عادل. نهار اسود، ايه ده؟ انا خفيت جوزي. ايوه. اهلا معلم مسطوره، ازيك؟ ايه ده فين يا باشمهندس؟ انا قلب عليك الدنيا من الصبح. معلش انا معلم مسطوره، انا صراحه لسه ما بعتش البضاعه، وبعدين احنا اتفقنا اما ابيع هحاسبك. يعني وهتبيع ازاي اذا كان المحل مقفول والبضاعه مش موجوده فيه؟ ايه ده، انت عرفت؟ ما انا يا باشمهندس كاتب لك في الكارت، كاتبهولك. كاتب في كارت؟ انت اللي كاتب اللي هو البضاعة عندي؟ يا باش مهندس انا روحت اشقر عليك في المنطقة، لقيت الدنيا غرقانة مية والبضاعة هتبوظ، روحت واخد البضاعة عندي وكاتب لك في الكارت، وقلت انت اكيد راجل نور وهتفهم. نور؟ يا نهار ابيض، منك لله يا عم مسطورة، طب استر عليا. يا دولا، هو مين اللي خرم الأوزون؟ يا ابني دي إشاعات يا ابني، الأوزون ما تخرمش ولا حاجة. اسمع بقى، اسمع بقى. أنا آسف، اتفضل كمل يا جزمة. إحنا بقى يا سيدي ككماليات حية لينا طبعا أوزونين اللي إحنا تقريبا بنسمع بيهم دولت، كوكو الأرض. كوكو؟ اسمه كوكو؟ ده على أساس إن الأرض على شكل بطة يعني ولا إيه؟ لا لا لا، مش هكمل، مش هعرف اكمل، انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحته وفقتله. غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكب الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون، ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاذون بقى دون اتخرم. الاذون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيورا. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دولا، هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابل بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا، حاره سباكيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباكيتي، حاره موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بينا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيع تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان قدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا، ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض، انا مالي. احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين، يعني انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. تلاقيك قريت المعلومه في حته ولا حاجه. عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا بس.
المهم البضاعة هتوصل امتى؟ استبر شوية، البضاعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دولة اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دولة. قلنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقولك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه الى سجل ضريبي حتى تتم عملية الاستيراد والتصدير بالسلامة. بالسلامة ان شاء الله تتم بالسلامة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل اللي انتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطة قشطة. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعة اللي انت عايزها، مع السلامة. ايه رأيك بقى معلم؟ جبتك هنا هو بقى عشان اعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دولة. هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل ايه ياد؟ ياد انا بقيت راجل اعمال جامد جدا، مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دولة، بس بقى بالزيت الحار. ايه ده يا حضرات، معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دولة، اهو نتفرج على حاجة واحنا بناكل يا دولة. انا استحالة اطلعها الا لما استرد كل اللي دفعته ده عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع، خليك في حالك. هلا ولا ايه يالا دي؟ ايه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، وانت بتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، قوموا بقى لو سمحتوا. انا مكسل، قوم انت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحت قوموا يعني. يعني ايه اللي ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟ هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشتغليش، شغلي رقاصه زي ما انت عاوزه، بس ده جوزك يا سوزي يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هتكلمها؟ لا 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 هتكلمها. ايوه يا سوزي هتكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي؟ ايه يا ستي؟ ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت؟ انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هتكلمها هتكلمها. ايه ده؟ انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولة ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصه؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولة انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بطوات يعني؟ ايه بتشوف ودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته قبل كده، هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامه المصريه، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. اسال. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمه تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامه دي من على عينيا. الغمامه على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فتره طويله قوي، للاسف انتوا متورطين في عمليه امن دوله كبيره قوي. امن دوله ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مره مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو، تعرفوها؟
لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولة؟ لا ايه يا عم؟ لا حضرتك احنا نعرفها. انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل؟ يخرب بيتك. يا فندم سيادتك اعرفها سيادتك يعني يا فندم. بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر وحيات الاهرامات وحيات ابو تريكه يا راجل؟ والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم. امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك غرقا بالرصاص. اعملوا فيه اي حاجه. ده حضرتك بيشغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. انتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم. لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي. دولة، ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رائد صبر منن. وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللي هو صلاح ذو الفقار. ياه، نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل، شغل الجهاز. دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كوره. كونوا مع بعض خليه تجسس ماجوره وتعاملوا مع كل دول العالم. اكيد طبعا ضربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاوله بتاعت الجاسوسيه دي بسعر رخيص. بقول لك يا دولا، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعه مش بالشهر. السنه اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمه. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دولا يبقى خليه بقى يجيب شقه بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنه. على فكره يا فندم سيادتك، حكايه المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. انا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟ طمنوا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. بقولك يا دولة اسمع بقى، انا جايب لك شغل تجسس انما ايه؟ لوز. شغل تجسس لوز؟ ده ايه التجسس اللوز ده؟ حته وفتله يا دولة، طلعوا بوليس. بوليس؟ هيفجروا في الشيشه ولا ايه؟ لا يا دولة، انا امبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم. سمعتهم وهم بيتكلموا عليا وقال ايه؟ مش راضيين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعه رغيف الحوشي اللي انا سرقتها من عند بتاع عم عبده بتاع الحواوشي. ولا رمزي، معلومات دي خطيره قوي. يلا اوعى تقولها لاي حد، وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي. احنا هنفضل صبيان مخابرات لحد امتى؟ احنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركه مخابرات خاصه لينا احنا بقى، نكونها واحده واحده، وجهاز جهاز، وشركه شركه. لان انا بفكر كويس قوي، لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكذب بالتقسيط استعمال خفيف، يعني كذبتين ثلاثه كده. الله عليك يا دولا. طب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك في ديا بقى؟ انا هشغلك مثل حي. لايه يا دولة؟ مثل حي يعني لو اي حد عايز يتجسس ولا حاجه اما افرجهم عليك ماشي هيخافوا يتجسسوا بعد كده. اهو ده المثل، ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم. ماشي يا دولة. واحنا هنفضل صغيرين لامتى يالا؟ وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بشنبه ده. انت عارف يا دولة، انا شاكك ان هو حاطط كاميرا في شنبه مخبيها. بس جم يالا. جم مين؟ جم يالا مين؟ اعداء الوطن. تشاو سينيورا. تشاو سينيوريتا. اهلا اهلا.
أقدم لكم جوز أختي مارلون براندو. مارلون براندو؟ لقيتيه في أنه نادي فيديو ده؟ مارلون هو أكبر مندوب تسويق تمثيلي في العالم. طب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، لأن صراحة يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده، شوية في صلاح سالم، شوية لا في مدار رمسيس، شوية في مدار الرماية، يعني صراحة بيكلف يعني. ده غير بقى أكله وشربه وسجايره وكل ده من شهرية الدولة. وصراحة الدولة ما قصرتش يعني، بس يعني دي مصاريف كتيرة قوي يعني عليها، على أساس إيه تمثال وكيف ومش معقولة يعني. لا إحنا عندنا خطة متخططة تخطيط بخطوط مخطوطة عشان نشتري مصر كلها، قصدي نشتري تماثيل مصر كلها. اشتروا تماثيل مصر كلها؟ طب ما تسيبوا لنا تمثالين ثلاثه للواد رمزي كسرهم يعني. انا بموت في التماثيل. بص انا عايز معبد لوحدي افتح فيه بازار. لا دي صفقات كبيره مش هوانها دلوقتي. المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلانه المنيله بستين نيله دي عشان كله يرزق. كله يرزق. ماشي عم مارلون، مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده. جوز أختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثيلي ومن ثم. إيه من ثم دي؟ لا 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 معلش، حضرتك تحترميني أحترمك، هتقولي من ثم ونغلط في بعض؟ لا معلش. لا 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 هي قصدها يعني أوامك أوامك يعني. أوامك أوامك، ماشي إذا كان على أوامك أوامك إحنا جاهزين. مارلون سوف يكون معكم خطوة بخطوة التي تليها. أوكي، هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا. حتى يقوم بتسويقها. ماشي احنا متفقين على كل حاجة، مش اتفقنا احنا؟ احنا اتفقنا خلاص. مش انتو هدف، الهدف ان احنا المنطقة تكون عجة بالسكان، يعني كل شازية توصل، قصدي كل قطعة من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزة. مصر العزيزة، واضح ان انت بتحب مصر قوي يا خواجة. انا بحبها كتير، انا شربت من نيلها. شربت من نيلها انت وشرين في كوباية واحدة بقى اللي هي ما شربتش من نيلها. المهم يعني هتسلمونا امتى وفين؟ غدا هنا في البازار. يلا يا مرلون. يلا حبيبتي يلا. يلا الاب الروحي. فهمت حاجة يا رمزي؟ لا. يعني يا يوسف بيه حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني ما عرفتش تعمل حاجة في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه، يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه يا اخي؟ اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل. المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبه سودة، يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانه سكان بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحيه. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوه دي. طب بصوا يا رجاله، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا احنا مش زيهم، احنا ما بنقبلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تأمرونا بايه نعمل ايه؟ بصوا انكم تصدروهم لمكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في القهوة بقى يا دولة، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم مية مغلية في وشوشهم. يا غبي يا غبي يا غبي، هتجيب مية مغلية منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربة في رصاصة مثلا في صدرك ولا حاجة، هتقعد تسحف لسه للغلاية يا هبل. أنا ما أقومش لحد يا دولة، أنا الواحد الشاي اللي أنا هطلبه يجي لي القهوة. اسكت وطي صوتك، أنت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم، يا فندم حضرتك اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفلط بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، بعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو،
عشان تيجوا عليه على طول. ايه ده؟ واضح ان حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا انك ما تسيبش اي اثر وراك. عارف انت عارف يا دولا انا احسن منه على فكرة. انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبورة بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيلة نادرة. احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة. يالا يخرب بيتك هتشتغل معزة في المخابرات يالا. بس خلي بالك بقى ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لأن برضو سيادة اللواء صلاح ذو الفقار بيحب يقيل ساعة الظهرية هو والنقيب أشرف زكي. بكرة الساعة 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة. بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05 أكيد بقى، بما إن انتوا دقاق قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا. ستر داش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 ملي، خلي بالك منه ده عهدة. عيب ده احنا نزودهولك يا اسطى. طمن ما فيهوش ذخيرة، ذخيرة شحة التجار خفينها من السوق سعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظة نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبة يا ابني؟ وبعدين ما انت فكتها من الكيس بتاعها ما حدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان. رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تصطاد عصافير، ده انت طالع على عصابه وعصابه جامده جدا يلا. ماشي يا دوله. طب هنعمل ايه؟ طيب بص مساله بسيطه خالص، هنعمل لك بروفه دلوقتي. انا دلوقتي كان انا البوليس وانت العصابه. انا العصابه لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابه والعصابه غايبه النهارده، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنها. ماشي ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس هتجري هقوم شنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، اقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس وقتلك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، اقتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا يلا بوليس. العصابة غايبة، فوت علينا بكرة. علينا بكرة ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس. مسدس وقع. اقتلني بقى اقتلني. سنة سنة قوم بسرعة يالا، العصابة وصلت بسرعة يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاتنين خلي المسدس معاك. داري داري داري. ها خبيه انا اروح افتح. ماشي بسرعة دولة. احنا جينا. احنا جينا. احنا جينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس والنبي عشان ما شاء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا وايه اللي وتوترنا يعني؟ الجرس جرس 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 جرس. مش عاوزين زبالة؟ لا شكرا ما عندناش. مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم. بالنسبه لرحله اسكندريه انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته خلاص يعني عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام حوش حوش، اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات يعني. برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. قرار خدت قرار. اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات، وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، فانت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق. ما ده وضع طبيعي. بتريق. ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى؟ رجل من العصر الحجري؟ طبعا. لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع ليه سيده المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بص يا رانيا بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لا بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه
اللي انا بهرب منها يا هانم؟ انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه في الدول الاوروبيه؟ بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي يعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروه هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا الكلام ده بيعملوه في اوروبا، لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي يعني انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزاك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامي؟ يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما. انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياه ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص، بص انا عايز اقول حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات، انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف، بقول لكم ايه، ما تكبروهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد، انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات، داخل الانتخابات. اوكي هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي بعد 3 ايام، واحضر الحمله الدعائيه بتاعتي، وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه، ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما، انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات، وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه والافرو اسيويه. جيت بحياتي يا ما شفت زي الفرح فيك. ايه اللي انت عامله ده يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ يا دولا بقى الاغنيه دي، انا دولا اثرت فيا قوي يا دولا، كتاب حياتي ده ولا دولا؟ دي اغنيه جديده وحلوه قوي، انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني. وفين هي حياتك دي اللي عاملين لها اغنيه؟ على فكره بقى دولا، انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي. انا اسف يا دولا انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه الاهم. ايه كان نفسك تطلع بليله؟ يلا تعال عايز. يخرب بيتك، الممسحة اللي احنا بننظف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دولا انا اسف. هي انا دولا عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج وعاملها لي مفاجأة، صح يا دولا؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي، انت محتاج ملجأ يا ابني، انا عايزك في حاجة تانية خالص. عايزني في حاجة تانية؟ يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطولة الفيلم. ماشي افكر يا دولا افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظة؟ بطولة فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دولا؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولا مرشح نفسي انا كمان يا دولا. يمكن يمكن ايه ترشح نفسك فين يالا؟ وفي حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات انتخابات، لا دي انتخابات عائليه، اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولا الله، انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولا. وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحمله الدعائيه بتاعتي. انا الله، وانتخبوا مين دولا وحبيبكم مين دولا؟ انتخبوا مين دولا وحبيبكم مين؟ يا فرحتك فيا يا رانيا، يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفه بقى في الشقه كده، زفه بلدي كده، عشان زفتي يا زفتي وانا اتجوز. بقول لك انتخابات، انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يالا انتخابات، زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطه محكمه نسيطر بيها على اصوات البيت كله يالا. ايه رايك يا دولا بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات او نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يالا. لا نسيطر على
الاصوات اللي موجوده في البيت، يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا، وخصوصا اصوات امها واختها الرخمه دي. ايوه دولا، انت بص تعمل زي النائب بتاع بلدنا دولا، تقول لهم انا لا ان انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي هعمل لكم عمره. عمره يا والراجل النائب بتاعك ده كان بيطلع الناس عمره فعلا؟ لا يا دولا، كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجه. لا لا لا، ما ينفعش معاهم الكلام ده، الناس دول مكرين. يلا طب يا دولا، انت تهددهم يا دولا انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم، وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم. يعني ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابني؟ ما اقتلهم احسن. لا 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 لا، ولا رمزي، انت افشل مدير دعايه يمسك الانتخابات. يا دولا والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولا. انت عايز مصلحه السجون يا هلا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص، احنا نوزع هدايا، نقول كلام حلو مش بالمطوه يالا ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولا، الله على الدماغ الكبيره يا دولا. هي دي الانتخابات يا دولا. المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولا، بس مش ده كله المهم. يعني المهم بقى امتى الانتخابات يا دولا؟ انا سخنت خلاص. الانتخابات كمان يومين يا لا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات؟ لا 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 لا، بلاش بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولا، يعني لا انا فرحان. يعني ايه الثقه دي يا دولا؟ والله إيه، انا بصراحه دولا انا بشكرك بشكرك بشكرك. يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولا ده انا بقى ابو الرماميز، هعمل لك شويه دعايه لوز. اهم حاجه بقى في الدعايه يا رمزي انك انت تعمل شويه يوفط تزغلل العين. يالا تزغلل العين؟ اه اطمن يا دولا، هعمل لك بقى على كل يافطه مرايه. فرحتك فيا يا رمزي، فرحتك فيا. عادل جوزي وانا عارفاه لازم نبقى قد التحدي، عشان كده لازم نعمل خطه تنفيذيه رائعه عشان نكسب الانتخابات. يا حبيبتي انت دلوقتي عندك مشكلتين، او بمعنى اصح عندك مصيبتين، ام القرشانه واخت ام لسان قد كده. برافو عليكي يا نوجه انك قريتيها، عشان كده لو كسبنا اصواتهم اكيد هكسب الانتخابات. مش هتقدري يا حبيبتي، دول ان دول بونيش، دول حاجه بيئه، حاجه عره كده، ما اعتقدش انك هتقدري. معلش يا مامي، انا هعرف اتحمل واقرص نفسي واتعامل معاهم عشان خاطري تحملي انت كمان. ولعلمك انا عندي حته فكره صايعه موت. الواد الزفت المهبهب على عينه اللي شغال عنده في البازار رمزي عامل مدير اعماله، انا بقى هخليه يبقى مدير اعمالي ويعمل لي دعايه فجره علشان يعرف ان الناس اللي مشغلهم دول مقرفين وبيبيعوه في لحظه. برافو عليكي، دي بقى فعلا تفكير ريشن في الليجن، يعني مجهنمه فعلا. يعني انا هروح اكلمه بعد شويه بقى علشان اقول له اعمل لي دعايه، ياي بقى حاجه فظيعه موت يعني. بص يا ستي، وانا كمان عشان خاطرك انت بس هحاول استحمل ام واخته دول لحد ما تنجحي في الانتخابات. وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا نيويو. ربنا يخليكي، ده انا هظبطكوا تظبيط مش قادره اقول لك. انا قايمه دلوقتي هروح اقعد بقى، ايه اصل امه واخته بره، فهحاول بقى اثبتهم واسايسهم وكده يعني. بليز يا مامي هاتي شوكليت انت ونوجا وتعالي نثبتهم مع بعض، كلنا نقعد نثبت بعض. يلا وزارة فيهم الشوكولاته دي يوم مضروب هكلوا حياتهم خالص. زباله زباله زباله. جيتوا؟ طبعا يا جماعه احنا ستات زي بعض يعني، والصح ان احنا نقف جنب بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي راينا في البيت ويبقى راي نسائي بحت. اتفضلي يا انعام، شوكولاته عمر ما بقك ذقها في حياتك، لا انتي ولا سناء ولا في الاحلامات. تستاهل بقكم. قرشين يا بنتي، احنا في حلم ولا في علم؟ لا في علم يا ماما. كملي يا رانيا كملي. يا جماعه انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفه، ولعلمكم هيحقق العدل والمساواه الفكريه النسائيه. الفكريه دي واحده قريبتكم؟ بنيش بنيش يا حبيبتي يا انعام، يعني فكريه ان كل واحد هيفكر بدماغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سونسون يا حبيبتي؟ سونسون؟ هي وصلت لدرجة سونسون؟ ده احنا نعمل انتخابات كل شهر بقى. وحشتوني جميعا يا اسرتي العزيزه. انت كمان وحشتنا يا حبيبي، لكن ايه ده كله؟ والله انا قلت بدل ما ادخل وايديا فاضيه وانا جاي من البازار كده اجيب لكل واحده فيكم هديه. خد يا حماتي، خد يا نجم. سلام، ده انت عمرك ما عملتها، اول مره تعملها يعني تفك كيسك. مش اخر مره، خلي بالك كل يوم من ده. تعيش وتجيب يا حبيبي. اهدي المجايب ولا بلاش؟ مش شوكولاته وبرنامج انتخابي.
بالنسبة لماما وبالنسبة لحماتي العزيزة، أوعدكم السنة دي إن شاء الله هطلعكم عمرة. عمرة؟ منين إن شاء الله؟ أنت لقيتاكل يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي، وأنا هناك هدعي لك والله. وانا كمان هدعي لك وهجيب لك بخور. بالنسبه ربنا يخليكي، بالنسبه لك انت بقى يا سناء، انا هدفع لك مقدم عربيه جديده وانت تدفع لي قسط بعد كده للبنك. ده حلم حياتي يا عادل، حلم حياتي اني يبقى عندي عربيه. انت يا بنتي انت هتصدقيه يا بنتي؟ ده معوش فلوس تجيب لك عربيه فول حتى. هجيب لها عربيه فول اوتوماتيك. بالنسبه لك انت كمان بقى يا نجلاء، هتطلعي رحلات مثلا 3 4 رحلات كل شهر، بالاضافه ان مصروفك هزوده زياده مبالغ فيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف مصروفك استعجل. خلاص ضحك عليكوا صدقتوا وريلتوا يا بنتي. يا سناء الحياه مش فلوس وبس يا سناء. فعلا فلوس وعربيه. فول اوتوماتيك، فول اوتوماتيك. تسمع الو الو الو، فراشة الحاج رمزي تقدم الان بداية تجارب، ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولا. دولا رجل البيت ورجل البازار، الرجل الشهم، الرجل الشهم دولا حبيبي. الصمت. ولما هنقول رانيا يعني الجمال، يعني الشهامة، يعني الست لما تبقى بمية راجل. انتخبوا رانيا. رانيا 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 رانيا. يا ابني اخلص يا ابني، اخلص يا ابني، روح لم بسرعة الأصوات، اتكل على الله. ماشي يا دولا، خد. أنا واثق من الانتخابات، واثق من كل حاجة، اتكل انت على الله. دلوقتي يا جماعة أنا ريحت ضميري، ريحوا بقى ضميركم انتوا كمان. يا ريحت ضميرك ايه يا ابو وشين؟ انت عندك ضمير؟ انت مع مين فيهم؟ يا نؤنو انا مع اللي يكسب طبعا، انا بشجع اللعبة الحلوة يا حبيبة قلبي. افس عليك. اتفضل. يا ترى احنا عملنا اللي علينا. رانيا رانيا دولا، رانيا دولا. والان نبدا في فرز الاصوات. يا ابني من غير ما تفرز اصوات ولا حاجه يا ابني، انتوا كلكم واهمين، انا كده كده كسبان. افرز يعني افرز. الورقه الاولى، انا شايف في عينيكم الدهشه والانتظار. الورقه الاولى مكتوب فيها عادل. اشكركم يا جماعه على ثقتكم الكبيره دي، وده طبعا كان منتظر، وده يعتبر اول شعاع من اشعه شمس النجاح. ودلوقتي يبقى 1-0 النتيجه، 1-0. هنفرز الورقه الثانيه. يا هل ترى رانيا. انا قلت لكم واضح ان شمس النجاح فلسعت يا عادل، والسما بتمطر جحيم. لسه بقيت الانتخابات ولسه بقيت الاصوات. افرز يا رب. دلوقتي يا جماعه ما تنسوش النتيجه 1-1. اخلص. 1-1. ودلوقتي هيبقى 2-1. يا ترى لمين؟ يا ترى لمين؟ لعادل. عادي 2-1. عادي 2-1. مين يا ابني؟ لسه في ورقة ناقصة، انت حتى افوت يعني. يعني من غير ما يبص في الورقة معروفة النتيجة. يا جماعة الأمل لازم يبقى معانا طول الحياة، الأمل هو اللي ادى صوته لرانيا. رانيا رانيا رانيا. بس كده 2-2، كده 2-2، هنعمل ايه دلوقتي؟ كده 2-2، مش عارف، ومفيش ورق جوه، مش عارف ليه. ده عادل، ده ظلم، ده لا ينفعش. يا جماعه احنا كده مفيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربات جزاء، وطبعا لو عملنا ضربات جزاء عم منصب اللي هيقف ممكن هينصفها هي بكوسه. هتعمل ايه يا فالح؟ يا شاطر يا عدل، لعلمك هدانا ما برجعش. ما انت ما عندكيش مشكله يا سناء. يا اخوانا احنا لو عملنا الانتخابات دي 100,000 مره النتيجه هتطلع هي، عشان واضح جدا ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه. ماشي ما دام كل واحد بينتخب اللي يخصه، هاتيلي بقى الساعه اللي انا اديتها لك يا حماد. لا جميع يا بابا لا. وبعدين البنت سناء دي قالت ان مفيش اي هدايا هترجع. وبعدين بقى في الاهم من كل الحاجات دي، اهم صوت في البيت. ايه هو بقى؟ ان شاء الله
ياسمين، انتوا ناسين ياسمين؟ ياسمين دي اهم صوت موجود في البيت، وهي اللي هتقرر مين فيهم اللي هيكسب. ايه رايك يا ياسمين يا جميله في الهدايا كتيره جدا اللي باباكي جابها لك؟ حلوه قوي يا بابا، ميرسي. بس بصراحه يا بابا انت اول مره تعملها معايا وتجيب لي اللعبه دي كلها. يا حبيبتي، عشان النهارده عيد الطفل. ربنا يخلي لك بابا يا حبيبتي. بقول لك ايه، اسمعي كلام بابا. لا 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 لا، ياسمين دي جميله وشاطره جدا واموره جدا وبتسمع كلام باباها جدا، ولما سمعتش بالذوق هتسمع بالعافيه. بابا انا مش فاهمه حاجه. بصي يا حبيبتي، انا افهمك. عارفه عمو رمزي الغبي؟ طبعا. عمو رمزي الغبي ده بقى هيجيب لك ورق كده، هو صغير كده، هو عشان تكتبي عليه حاجه. هتكتبي بابا، اوعي تكتبي ماما. بابا مش ماما. هتكتبي ايه؟ بابا مش ماما. لا، ما تكتبيش مش ماما، اكتبي بابا بس. حاضر يا بابا، هكتب بابا بس. شفتي يا أمي؟ شفتي مامي جابت لك حاجات جامده جدا، موت هدوم تحفه كلها ليكي. بصي يا مامي، ربنا يخليكي ليا انتي وبابا. بصي بابا جاب لي لعب حلوه ازاي. بصي العروسه والحاجات والمسدس. بصي المسدس ده من ايه؟ اسمك الهبل اللي انتي بتجيبي، جيبي اللعب دي، الهدوم اللي انا جايبه لك. ما ايه ده، ايه ده، جايب لك مسدس؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عايزك تطلعي مجرمه وقتلت قطه؟ ايه العبط ده؟ ارمي يا شيخه في الزباله، بلاش قرف. بصي يا ماما، اللعب حلو وعجباني، الا اذا بقى كنت عايزه تاخديهم. لا يا حبيبتي، مامي قصدها ان في فرق كبير قوي ما بينها وما بين بابي. بابي جايب لك شويه لعب ولعب خرده، انما مامي بقى الحلوه دي جايبه لك لبس، ولبس من الغالي كمان. ايه يا حبيبتي بقى، مش معقول ياسمين فهمانانا كل الحاجات دي وعارفه كويس قوي الفرق بين اللعب البلاستيك السكه دي والفساتين الحلوه الكميله اللي هتديني قمر بيها؟ بصي يا ماما، انا اعرف ان اللعب حلوه واللبس حلو. طب بصي يا قطه، بس انت بتحبي مامي حبيبه قلبك وبتسمعي كلامي واللي اقول لك عليه تعملي. انت عارفه عمو رمزي؟ عمو رمزي الغبي الزفت. عمو رمزي اشتغل ولا ايه؟ ما علينا، عمو رمزي الزفت ده لما هيديكي ورقه ويقول لك اكتبي فيها هتكتبي مامي مش بابي، مامي مش بابي، مامي وبس. الو الو، تسمع؟ ولا اخلص من شغل الموالد ده وروح لم الاصوات، اتكل على الله. ايه دول يعني؟ مش هتسيبنا دول اقول الكلمتين اللي واقفين في زوري يا دولا؟ بالعكس، سيبهم واقفين في زورك عشان نخلص منك. يلا يلا يلا. حاضر يا دولا. ما هم عارفين من الصبح ان في انتخابات. يلا. ياسمين يا حبيبتي، طبعا عارفه هتعملي ايه. طبعا يا ماما، تقلقيش. ياسمين يا حبيبه بابا، اوعي تنسي بابا، يعني اللعب، يعني الهدايا، يعني الميراث. طبعا يا ماما، تقلقش. ماشي ياسمين يا حبيبه قلبي، اهو اهو الصندوق قد ملئ. قد ملئ قد ملئ. اخلص اخلص عشان بس ايه يعني كده اهو. والان مع الفرز الاول والاخير من الانتخابات الشرعيه. الورقه الاولى يا جماعه. عادل. واحد صفر. ادي اول ورقه. الثانيه هنسحبها على طول، بتقول فيها رانيا. يعني واحد واحد. يا رب الماتش يعدي على خير يا رب. ان شاء الله. الورقه الثالثه بتقول عادل، يعني اثنين واحد. دول حبيبي ورانيا يا جماعه، رانيا يعني اثنين اثنين. تاني اثنين اثنين. الورقه بقى الاخيره، الورقه دي الفيصل والهرم. هنقول فيها ايه ده؟ برضك تعادل يا دول. ازاي مكتوب فيها بابا وماما.